بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي دلي سبورتس وقاسيون ميكس. طبعا المنتخب السوري بمواجهة منتخب استراليا، وهي ما لها بالمواجهة الأولى ولا بالمواجهة الأخيرة. تواجهنا ب 2019، واجهنا بتصفيات كأس العالم، واليوم راح نتواجه بنهائيات كأس آسيا بقطر. طبعا معي الحديث على مباراة منتخب سوريا واستراليا الكابتن احمد شعار. تحياتي كابتن احمد. على سلامات استاذ احمد وسلامات جميع المستمعين الكرام. الكابتن احمد شعار طبعا مدرب منتخب سوريا سابق ونجم الكرة السورية. كابتن، احنا مع اوزبكستان، هل كانت في نقول مرضية للشارع السوري؟ طبعا هي مرضية من ناحية النتيجة، من ناحية أداء اللاعبين، من ناحية الانضباطية، من ناحية حماس اللاعبين، اندفاع اللاعبين. يعني شفنا اللاعب نعم. السوري عم يركض على اي كره، عم يقرر فيها. هي نحن هي سمه الكره السوريه السابقه، بغض النظر عن التكتيك او الحالات الجويه، كان في روح للفريق. اللاعبين عم شفناهم جيدين من الناحيه البدنيه، من الناحيه النفسيه، من ناحيه القتال على الكره، من ناحيه الدفاعيه. تجدد الفريق، عمود فقري للفريق ككل، فينا نقول عمود فقري كحارس مرمى، كمدافع اوسلو، خليل الياس، زكي العام، ابراهيم يسار، بابلو صباغ. يعني تغيير كامل بالنسبه للعمود الفقري للمنتخب. نعم. هي نقطه كثير صعبه، ما لك انه سهله، لا بالعكس. احنا دائما كمدربين وتمرين الفريق نعمل عمود فقري للفريق، حارس مرمى، مدافع، لاعب وسط، ارتكاز، مصانع العاب، مهاجم. هذا شفناه خلال المباراه مع اوزبكستان، في تغيير مبصري بالنسبه لنوعيه اللاعبين واداء اللاعبين. وفي عدة مدارس فيها، يعني ان كان امريكا الجنوبيه ولا اوروبا ولا اسيا، اكيد حتكون توليفك حتكون صعبه على اي مدرب، خاصه الوقت قصير كان ما استفاد المدرب بشكل او باخر من ناحيه الانسجام والتناغم ما بين اللاعبين. نعم. يعني بتعرف نوعيه اللاعبين، شو عم يلعب بامريكا، شو عم يلعب باوروبا، في نوعيات، في عقليات كثير مختلفه، تكتيكات بارضيه ملعب تختلف، التناغم بين اللاعبين ما شفناها، بس شفنا بحالة دفاعية في انضباط، في توازن من الحالة الدفاعية. هذا شفناه فقط لا غير. يعني النقطة الإيجابية كمان مباراة أوزبكستان، إنه الفريق الأوزبكستاني ما قدر يوصل لمرمانا أكثر من مرة أو مرتين. فهي نقطة كمان إيجابية بتلحظنا، إنه الفريق عم يلعب بشكل صح من ناحية دفاعية. نعم. اليوم شفنا المؤتمر الصحفي ما قبل مباراة سوريا وأستراليا من الكابتن هيكتور كوبر. شو رأيك بالمؤتمر الصحفي؟ كيف تابعت تصريحات كوبر؟ طبعا التصريحات منطقية بالنسبة لكل المدربين، تبع كل المدربين. مدرب كوبر مدرب منتخبنا، انه عم يحكي انه الفريق الاسترالي افضل منا، اي حب كان ما تنحكى، واخف شوي يعني بالنسبة للجمهور السوري، للاعبين السوريين. اكيد فريق استراليا بيمتاز عنا بشكل او باخر، ولكن كمان في تغيير جذري بالنسبه للمنتخب الاسترالي خلال السنوات الماضيه. يعني شفناه من 2019 2020 صار في تغيير جذري بالنسبه للفريق، نوعيه اللاعبين، نجوم الفريق كلها غادرت. ولكن ايجابيه منتخب استراليا انه نفس الكادر الفني هو اللي عم يتواصل مع اللاعبين الكل، بينما نحن تقريبا اربعه او سته مدربين خلال اخر مباراه قدام مع فريق الاسترالي لحد بكره. في تغيير عندنا ست مدربين كوادر فنيه، وهي بيعطي تخبطات كثير كبيره باداء اللاعبين. الفريق بيعتمد كثير، يعني الفريق الانجليزي بيعتمد على اللاعبين بيلعبوا بالدوري الانجليزي كدرجه ثانيه او بالدوري الاسكتلندي. وسمه الفريق يعني عنده ست او سبع لاعبين بهالمناطق هي الانجليزي عم يلعبوا، وسمه اداء الفريق اداؤه من الناحيه الانجليزيه اكيد حيتطبع على الطريقه الانجليزيه. ومثل ما عم نشوف الحين خلال مباراه ان كان مع الهند او منهم بيلعب مباراه وديه، عم يعتمد على الكرات العرضيه، وصول لمحطات على اليسار وعلى اليمين وعكس كرات، حتكون مهمه كثير صعبه على الويس بكره. ونشوف الباقي الشمال اللي حيلعبوا لاعب الطرف، كان العجاب ولا ركض الضغط. نعم. كابتن، احنا واجهنا استراليا في اكثر من مناسبه، ويعني بنعرف بعض، في بنعرف بعض، وشفنا استراليا مباراه الهند الاخيره،
فينا نقول مو استراليا اللي هي فعلا استراليا 2018، يعني قادرين نحن نعمل شيء بهي المباراة. اكيد ما هي اكيد يعني استراليا ما فينا نقول نغطي النظر عنها، انه ترتيبها 25 عن دول العالم، هذا بيعطيك دل شيء دل ان على قوتها وفريقها جيد، وخاصه من خلال السنوات الاخيره استطاع الحصول على بطوله اسيا، لذلك الفريق لا يستهان فيه. ولكن مثل ما تفضلت احتمال نجوم الفريق بهذاك الانزال بهذاك الوقت صار في عنده تغييرات، اللاعبين تغيرت يعني، بس ولكن في مردود دائما للمنتخب الاسترالي من ناحيه اللاعبين الاولمبيين واللاعبين الشباب والرجال، وعم نشوف اداؤهم جيد، ولكن هن كمجموعه جيده جدا يعني، في الفريق الجماعي هو ما عنده لاعبين مهاريين مثل لاعبين اوزباكستان، عنده 4 5 لاعبين اوزباكستان عنده لاعبين مهاريين، فالاسترالي فريق جماعي من خلال انتشاره من ناحيه دفاعيه من ناحيه الهجوم. لوجود المدرب على راس عمله. نعم الصوت ما كان واضح كابتن. الصوت ما كان واضح. يعني بالنسبه للفريق الاسترالي. نعم باخر الحديث ما كان واضح. يعني فريق الاسترالي فريق جماعي هو من خلال انتشاره بالملعب من ناحيه دفاعيه من ناحيه هجوميه. فريق ثابت المستوى لوجود المدرب صار له فتره طويله 4 5 سنوات المدرب مع المنتخب الاسرائيلي، اكيد لذلك بيعطي استراتيجيه وثبات بالمستوى ككل، لذلك فريق هو فريق جماعي ما عنده فريق لاعبين مهاريين بشكل مثل فريق اوزباكستان، ولكن فريق ثابت مستوى فريق جماعي بيقدر يلعب يعتمد على الكرات الطوليه والعرضيه، هي هي سمت الكره الانجليزيه وسمت الكره الاستراليه. نعم مباراة استراليا والهند كابتن اذا تابعتها، استراليا يعني ما قدر يفك شفرة الهند وبيوصل ويسجل 5 أو 6 أهداف، وسجل بخطأين دفاعيين بعد مرور يمكن أكثر من ساعة باللعب. يعني هل يعني هذا الشيء قدام منتخبنا كيف ممكن كمان يعمل منتخب استراليا، أو نحن كيف ممكن نقدر نوصل للمرمى الاسترالي؟ طبعا هي مثل ما قلت لك يعني هي كبدايات هي بطولة بداية ما كانت سهلة أبدا بالنسبة للهند وإستراليا، مباراة صعبة كانت على الفريقين وخاصة كبداية بطولة، الهند كان فيها تركيز كتير كبير على 45 دقيقة الأولى، الفريق الإسترالي ما دخل بالجو المباراة باعتبار فريق الهند عم يلعب منظم بشكل جيد، في خطأ دفاعي واقف في 15 دقيقة من الشوط الثاني لحارس مرمى من الكرات العرضية مثل ما حكينا اللي بيمتاز فيها، فارق الطول فارق الخبرة بتلعب دور كبير كثير كبير بهيك مباريات، واستطاع فريق الاسترالي الفوز على الهند يعني، ورغم هيك انه الهند صح له عدة فرص للتسديد على مرمى فريق الاسترالي، ولكن خبرة الاستراليين استطاعوا الفوز والحصول على 3 نقاط في بداية مشوارهم بالمجموعة هاي. نعم اليوم كابتن خلينا نروح على الموضوع الفني وموضوع العاطفة وموضوع بشكل عام شو عم بيصير اليوم. نحن في 2024 فمنتخب سوريا وصل لمرحلة من المراحل لملحق كأس العالم، وصل منتخباتنا الناشئين لكأس العالم، الأولمبي وصل لنهائيات، فيك تقول يعني في كتير شيء حلو كتير بالكرة السورية صارت بالفترة الأخيرة. يعني اليوم حاجتنا نحن بنلعب دفاع، حاجة إنه نقول بدنا نفوت نتعادل، مبسوطين بالتعادل يعني، حتى استغربت أنا مباراة أوزباكستان كثير مبارك لبعض بالتعادل، يعني عم نلعب 11 ضد 11 كابتن، يعني عندنا مدرب أرجنتيني، عندنا لاعبين يعني على مستوى عالي جدا، عندنا جمهور، عندنا إرادة، شو المانع انه نحن نفوت حتى بتصريحاتنا بنكون واقعيين؟ اكيد تفضل كابتن. اكيد هلا في نقطة كثير مهمة كانت، احنا المباراة السابقة للمنتخب السوري ان كان مع احترامي لجميع الفرق ان كان لبنان ولا الاردن السابقة يعني صار لها 3 4 أشهر بعد منا لعبنا مع فيتنام، يعني كان دائما المنتخب السوري يتعرض لخسارات. نعم لذلك المستوى اللي عم تلعب على الفرق ادنى من مستوانا، يعني احنا مستوانا تقريبا
التصنيف العالمي 90 85، عم نشوف بقيه الفرق اللي عم لعب معه من فوق ال 100 او بال 90 95 او قريبه، لانه عم نخسر معه. لذلك المباراه التعادل كانت مقبوله من حيث التجديد للمنتخب. نحن التجديد للمنتخب، تجديد اللاعبين المنتخب، هذا اللي ممكن كان يصير حاله الانسجام حتى ما بتكون جيده. لذلك كنا متخوفين احنا كمتابعين منتخبنا، متخوفين كثير كثير من الخساره، ولكن كبدايه كان فينا نقول لك انه ممكن نحط حجر رصاص للمباراه هاي بوجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين اللي ممكن نبني عليهم مستقبل الكره السوريه الفترات القادمه. صحيح انهم كبار بالسن، ايه باستثناء ثلاث اربع لاعبين اعمارهم صغيره، ولكن ممكن نحط نبني عليهم فريق للايام القادمه. يعني بصير عندك فريق جيد بيلعب باوروبا، بيلعب بامريكا، مع اضافه مع بعض اللاعبين المميزين للمنتخب السوري بالدوري السوري، ممكن يكون عندنا منتخب جيد ممكن نستفاد منه. ولكن التعادل يعني الطرق الدفاعيه اللي عم نلعب فيها نحن ما عم نغامر، حتى بكره اذا تغط غامر ممكن يتسدد عليك اهداف. لذلك مدرب كبر دائما ما عم يغامر بالشكل الانسب للمباراه. نشوف دائما مباراه ماليزيا سجلنا هدفين، اكلنا هدفين مع كوزستان، تعادلنا وغمان 1-1. يعني عم تفتح الملعب في عندنا مشاكل ما انحلت متوقع. انا لذلك عم يلعب تكتل تنظيم دفاعي اكثر ما ملعب انتشار بحاله السيطره والهجوم المرتد بشكل جيد. نعم. شفنا مع اوزبكستان الفريق نعم من عند معون العجان ولا من عند الويس ما في عنده خيارات كثير كبيره في حال استلام الكره، عم يضطر يلعبها طويله لبابلو صباغ اللي كان مراقب بشكل جيد، ما قدرنا نمر الكرات عبر اللاعبين الوسط. دائما من عند لاعب الطرف بابلو صباغ كرات طويله تقريبا 40 35 متر، وهي عم تلي قطع كرات المدافعين. لذلك المفروض نحن نشتغل على الحاله هاي من الناحيه الهجوميه في حال استلام الكره، بناء على عبر لاعبين خط الوسط وبوجود كمان لاعبيننا مثل خديجه الياس، زكي العام، عمار رمضان، الاسود، ابراهيم، فهد يوسف، اللاعبين اللي ممكن يشاركوا بكره ممكن نستفاد منهم من ناحيه الاستلام والتسليم والحركه بدون كره، ممكن تساعدنا للوصول طريقه سهله الى مرمى الاسترالي. توقعاتك كابتن مباراتنا مع استراليا؟ ما انتبهت. نعم؟ ما انتبهت على السؤال. لا توقعاتك لنتيجه المباراه، راح نربح، راح نتعادل، لا قدر الله راح يعني نخسر. يعني توقعاتي كابتن بالنسبه للمباراه هي توقعات اكيد بتمنى فائد بالمباراة أنا، ولكن إذا بتلعب نفس الطريقة يمكن حنخسر المباراة. إذا بتلعب نفس الطريقة الدفاعية، لأن المنتخب الإسترالي بيعتمد على أطراف وعكس الكرات. نعم. عندنا لاعبين طوال بالعمق، أيهم أوس وسائر كرومهم لاعبين مميزين، ولكن اللاعبين أطراف المؤيد العجان وعبد الرحمن ويس أكيد إنهم يعطوا كرات للمسافات الطويلة للقائم الثاني. احتمال اللاعبين دول ما يكونوا بحجم الطول تبع اللاعبين الاستراليا. بتمنى التوفيق لمنتخبنا بكره، بتوقع التعادل اقرب للفريقين بهالمباراه هاي. انا بتوقع ان شاء الله فوز لمنتخب سوريا، ولازم نفوز بهالمباراه لحتى نكسر عقده الخوف، ولازم نتعادل مع الفرق الكبيره، ولازم نحسب الف حساب. منتخب السعوديه كابتن طلع مدربه المانشيني حكى كثير شغلات قبل مباراه سلطنة عمان واستبعد 6 لاعبين وقصص، وعمل مؤتمر صحفي مشاكل بمشاكل. منتخب السعودية قلب النتيجة على المنتخب العماني وفاز بالمباراة رغم كل شيء مشاكل عنده، إلا نحن للأسف يعني نهضر. شو بدي أقول لك كابتن؟ كابتن لأن إحنا دائما مثل ما حكينا، يعني حتى المباراة مع أوزبكستان عم نلعب آخر 10 دقائق بهدوء كثير كبير، عم نضيع وقت. نعم. يعني التعادل كان هنا بالدنيا، وحتى بكره اللاعبين ما عندنا ثقه، لسه ما وصلت الثقه مثل ما قلت لك كابتن، ما عندنا ضمان لمباراه، ما عندنا الثقه انا اسف كابتن، ما عندنا ضمان لمباراه الهند. الهند ما فينا نقول المباراه بالجيبه. صح، اكيد مباراه الهند خسروا الكويت، خسروا الامارات، يعني كمان ما فيك تقول هذا الحكي. يعني حتى احتمال الهند نوصل لمباراته احتمال يكون كمان بده 3 نقاط. نعم. يعني ما حيكون احتمال فوز 3 نقاط كمان يأهله.
مركز ثالث. 100% كابتن، يعني انه اليوم ما فينا نضمن مباراه الهند نحطها بالجيبه، هي اصعب شيء انه بنقول مباراه الهند وراح تفاجئنا الهند، وانا خايف مباراه الهند اكثر ما بخاف مباراه استراليا واوزبكستان. اكيد لا ان شاء الله تمنيات لمنتخبنا، وهي فرصه مواتيه للتاهل للدور الثاني. نعم اكيد باذن يعني الله تعالى. يعني الفرق اول وثاني واحسن مركز ثالث من ست فرق، يعني معقوله كمان ما نتاهل، يعني كمان شغله فيها منطق. اكيد. تحياتي لك كابتن احمد شعار، وان شاء الله يا رب نحكي معك بعد المباراه ونشوف رد فعلك وايضا تصريحك على مجريات المباراه بعد المباراه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا. شكرا كابتن. على اهلا وسهلا. شكرا لكل من تابعنا. طبعا نهايه الحديث بحب اوجه رساله لهكتور كوبر، لازم نلعب بطريقه نربح فيها، وانت بتصريحك الاخير حكيت نحن رايحين او نفوز بشكل عام، يعني لازم نربح المباراه كابتن هكتور كوبر اجباري، هي مباراه كثير مهمه لنربحها، رايحين نلعب لنربح. رسالتي الاخيره لمحمد عدنان، هذا العلم علم سوريا بيشرفك، وبتحكي عن منتخب سوريا، بتحط هذا العلم لانه هذا العلم بيعلمك التاريخ، بيعلمك كيف بتحكي عن الجمهورية العربية السورية بمنتخبها الوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.